الموجودة في العالم، ومن أشد أنواع الحيوانات المفترسة خطرا على جميع الحيوانات الموجودة في الغابة وكذلك على البشر. والنمر من فصيلة القطط. إن النمر هو الأكبر من بين القطط الكبيرة، وهو حيوان مفترس رئيسي. هذا يعني أنه يتواجد في الجزء العلوي من السلسلة الغذائية دون وجود مفترسات خاصة بهم. البشر هم أخطر وأكبر تهديد لهذه الحيوانات. تخاف النمور من الحيوانات الأكبر حجما، فالنمور حيوانات تعيش في كل المناطق الدافئة والباردة في آسيا. إنهم من الحيوانات أكلة اللحوم التي تصطاد الفريسة بكل مهارة. إن النمر من الحيوانات المفترسة الماهرة في الصيد، حيث يتسلل النمر نحو فريسته خلسة قبل أن ينقض عليها في اللحظات الأخيرة، واضعا فكه في عنق الفريسة حتى تموت اختناقا، ومن ثم يقوم النمر بتخبئة فريسته في النباتات الكثيفة أو يحملها ليخفيها فوق الأشجار. فالنمر قادر على أن يحمل حيوانات تفوق وزنه بثلاث مرات، وهو الوحيد بين فصائله الذي يستطيع حمل فرائسه إلى الأشجار. يقوم النمر كغيره من الحيوانات المفترسة باختيار الفريسة طبقا لحجم القطيع، حيث يفضل النمر دائما اختيار فريسة تعيش في قطيع قليل العدد، حيث إن الفريسة التي تعيش في وسط قطيع كبير تستطيع مراوغة النمر والهروب منه بسرعة. وأيضا يختار النمر الفريسة على حسب ما إذا كانت قادرة على إلحاق الضرر به أم لا. هذه القطط الكبيرة منفردة ولها أراضيها الخاصة، وهي واحدة من قمة الحيوانات المفترسة في العالم. يمكن أن يصل وزن النمر إلى 660 رطلا، فالذكور أكبر من الإناث. النمور البالغة هي حيوانة بها عدد قليل جدا من الحيوانات المفترسة، لكنها أيضا معرضة للأفيال والجواميس الكبيرة بسبب القوة والحجم غير العاديين لهذه الثدييات. سرعتها ومخالبها وأسنانها كلها سمات دفاعية لهذه القطط الكبيرة. هذه حيوانات منعزلة. الاستثناء الوحيد هو عندما تقوم الإناث بتربية صغارها في المناسبات النادرة التي تظهر فيها هذه القطط الكبيرة في مجموعة، وتسمى المجموعة بالكلين. تحاول القطط الكبيرة البقاء بعيدا عن أنظار البشر والحيوانات الأخرى، لكنها يمكن أن تكون عدوانية إذا تم غزو أراضيها. النمور من الحيوانات أكلة اللحوم، ولديها القدرة على اصطياد وأكل الثدييات الكبيرة. تعتبر الغزلان والظباء والجواميس والخنازير البرية من فرائس النمور، كما أنها تأكل القرود ودببة الكسلان والفهود، حتى إن النمور معروفة بأكل التماسيح أيضا. تستخدم النمور مهارات المطاردة والسرعة والحركات السريعة للقضاء على فرائسها، ومع ذلك فإن هذه القطط الكبيرة تأكل عادة مرة واحدة فقط في الأسبوع. إنهم قادرون على تناول 75 رطلا من اللحوم في إحدى الأمسيات. لدى النمور عادة قتل الفريسة وتناول الطعام بقدر ما تريد، ثم تغطية ما تبقى منها بالأوراق حتى تتمكن من العودة لاحقا لتناول وجبة خفيفة. قد يتجرأ النمر ويهاجم الجاموس البري، ولكن على ما يبدو أنه كان سيء الحظ، فقد التف قطيع الجواميس حول النمر وقام بالدفاع عن أفراده بشكل أذهل الجميع، مما اضطر النمر في نهاية للفرار من قرون الجواميس الشرسة.